وضغط اللاعب ماكس جراديل، رمي تباس ملعوبة خطيرة، فرصة للهدف الأول، لكن تدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة من أمام لاعبي المنتخب الإيفواري يحرمهم من التسجيل في هذه اللحظات. الآن وصلنا إلى الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، والمحاولة الآن للمنتخب الجابوني بحث عن التسديد، وهذه التسديدة وكرة خطيرة، جول للمنتخب الجابوني. يأتي الهدف الأول الآن عن طريق اللاعب اندونج، عكس اتجاه اللعب يأتي الهدف الجابوني في مرمى الحارس جبو، هدف أول يأتي بعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب اندونج. اندونج يسجل أول هدف المنتخب الجابوني في هذه المباراة. اندونج يسجل الهدف الأول. الهدف الأول يأتي الآن للمنتخب الجابوني. كرة غيرت اتجاهها بعد تسديدة ماريو لمينا، ووجدها أمامه تتهادى اللاعب أكسيل ميي ميندونج، لاعب العمر 22 عام، لاعب فريق مانياسبور التركي. يسجل أول أهداف المنتخب الجابوني، فرحة للاعبي المنتخب الجابوني، أول هدف للجابون طبعا في دور المجموعات من هذه التصفيات. جديد لندونج، يا ولد استخلص كورته بمهارة، اندونج يلعب تمريرة ليو تشانجا انطلق على الجهة اليسرى، أرسل تمريرة في مكان خطير، فرصة للتسديد، يا ولد الله المنتخب الجابوني. ماريو لمينا يسجل هدف رائع للمنتخب الجابوني من بعيد، أتت التسديدة 2-0، رد قوي جدا من جانب المنتخب الجابوني، وهدفين للمنتخب الجابوني. وادي خوسيه أنطونيو كاماتشو وتعليماته لماريو لمينا، يا ولد يا ماريو لمينا على هذا الهدف، روع على الهدف، استمتع بمشاهدة هدف ماريو لمينا الجميل والرائع، تسديدة من بعيد يا ولد، موجهة صاروخ من ماريو لمينا، والهدف الثاني يأتي الآن للمنتخب الجابوني. هدف ثاني بكل تأكيد يسعد عشاق أسود الأطلسي. نتمنى أن تزأر في هذه المجموعة، وادي الفيلة الذين فازوا على المنتخب الجابوني في عقر داره بثلاث أهداف مقابل لا شيء.